السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الاستعداد للامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، اليوم جيت لكم بواحد النموذج اللي ديال العام اللي فات، دورة يوليوز 2022، اللي به غادي تستعدوا لهذا الامتحان إن شاء الله ديال هذا العام ديال 22 في شهر 6 ديال 2023. هذا نموذج ديال مديرية وزان جهة طنجة تطوان الحسيمة، والامتحان ديال كاع الجهات وكاع المديريات الإقليمية كيكون بهذه الطريقة. نبداو بالمجال الرئيسي الأول، الأعداد والحساب، غادي نبداو بالعمليات الأربع. السؤال الأول، ضع وأنجز العمليات التالية. العمليات عندي عملية الجمع والطرح مداخلين بجوج بهم في عملية واحدة، غادي نبداو عملية الجمع ثم غادي نطرحوا هذا العدد هذا من هذا الشيء اللي خرجنا في الجمع. إذا نبداو أولا بالوضع، نوضعوا هذا العدد هذايا اللي هو مكون من 6 ديال الأرقام، إذا 5 4 7 5 6 1، ثم غادي نوضعوا هذا اللي بالفاصله 417.562، غادي نوضعها هنايا 417.562، اذا هو عدد عشري، اذا الفاصله تحت الفاصله، هذا في حاله عندنا فاصله 0. اذا 2 6 5 انزلوا الفاصله، 7 زائد 1 8، 6 زائد 1 7، 5 زائد 4 9، وهنا 7 4 5. إذن هذا هو الجواب. غادي نجي وغادي نديرو هادي ناقص هادي، إذن 8 9، 8 7 4 9.98، غادي نديرو فاصلة تحت الفاصلة، وغادي نديرو هنا 5 6 2، وهنا 8 تحت 9، 7 تحت 4 9، 7 4 5 ناقص، هنا زائد ما تنساوش هنا يساوي دائما في الوضع. إذا هنا نكملو بالصفر، صفر ناقص 2 لا يمكن، أضيف 10 ونزيل 1، إذا 10 ناقص 2 8، 8 ناقص 7 هي 1، 9 ناقص 5 4، أنزل الفاصلة، 9 ناقص 8 1، 4 ناقص 7 لا يمكن، أضيف 10 ونزيل 1، 14 ناقص 7 7، 7 ناقص 10 لا يمكن، أضيف 10 ونزيل 1، إذا 17 ناقص 10 7، عندنا 8 ناقص 8 0، 9 ناقص 4 5، و 8 ناقص 4 3، والجواب هو 350771.418. هذا هو الجواب ديال عمليتي الجمع والطرح. بالنسبة للعملية الثانية وهي عملية الضرب، ضرب عدد عشري في عدد صحيح. إذا نكتبو أولا 45.23، 45.23 مضروبة في 564، وبالنسبة للوضع ماشي مهم في عملية الجمع أو عملية الضرب، عفوا في العملية ديال الجمع مهم جدا وفي الطرح. إذا 4 في 3 12، اكتبو بي 2 واحتفظو بي 1، 4 في 2 8 زائد 1 9، 4 في 5 20، اكتبو 0 واحتفظو بي 2، 4 في 4 16 زائد 2 18، أضع نقطة، 6 في 3 18، اكتب 8 احتفظوا بواحد، 6 في 2 12 زائد 1 13، 6 في 5 30 زائد 1 31، 6 في 4 24 زائد 3 27، أضع نقطة، 5 في 3 18، اكتب 8 احتفظوا بواحد، 5 في 2 10 زائد 1 11 احتفظوا بواحد، 5 في 5 25 زائد 1 26، 5 في 4 20 زائد 2 22، والجواب إذن 2، 9 زائد 8 تساوي 17، هنايا 8 زائد 3 تساوي 11 زائد 1 12، هنا 1 زائد 1 2 زائد 3 دونك هنا زائد 3، 3 زائد 8 11، 1 زائد 1 2، 2 زائد 6 يساوي 9، 9 زائد 7 يساوي 16، وهنا 5 وهنا 2، عندي رقمين بعد الفاصلة، إذن 1 2 أضع الفاصلة هنا. هنا عندي واحد الخطأ ما انتبهتش، هنا قلنا 5 في 3 15 وليس 18، إذا 15 اكتبوا 5 واحتفظوا بواحد، و 5 في 2 يساوي 10 زائد 1 11، ها هي 5 في 5 25 زائد 1 26، كتبقى هي هي، إذا الخطأ كان هنايا 5 في 3 درتها هنايا تساوي 18 وهي تساوي 15، والجواب هنا إذا 72، هنايا 1 زائد 3 يساوي 4 زائد 5 يساوي 9. هنا 9، هنا ما كيكونش هذا الاحتفاظ، اذا هنا 8 زائد 2 هي 10، اكتبوا صفر احتفظوا بواحد، وهذه عندي 6، 6 زائد 7 يساوي 13 زائد 2 يساوي 15، اذا 5
خمسة. نعم، إذا هنا خمسة، وهنا إذا الجواب هو 25,579.72. ندوزو الآن لعملية القسمة، قسمة 2,784 على 3.2. إذا 2,784 نقسموها على 3.2، وهنا عندنا مقسوم عليه هو عدد عشري يجب أن نتخلص من الفاصلة. إذا باش تخلصوا من الفاصلة هنايا غادي نضربو هنا في 10 وهنا في 10، يعني غادي تضاف ليا هنا صفر وهنا غتحيد الفاصل. مزيان، اذا هنا لدينا رقمين في المقسوم عليه، اذا اخذ رقمين. 27 صغر من 32، اذا اخذ ثلاثه ارقام. 278 مقسوم على 32 كتساوي لي 8. 8 في 2 16، اكتب 6 وحده في ضرب 1. 8 في 3 يساوي 24 زائد 1 25. هذا هو الجواب. إذا 8 ناقص 6 يساوي 2، 7 ناقص 5 يساوي 2، وهنا 0. إذا أنزل 4. 224 كم فيها 232 فيها 7. 7 في 2 يساوي 14، أكتب 4 أحتفظ بواحد. 7 في 3 يساوي 21 زائد 1 22، جات هي هذيك، إذا تساوي 0. أنزل 0. 0 كم فيه من 32 فيه 0. 0 الصفر هي صفر، صفر ناقص صفر يساوي صفر، والجواب هو 870 هو الجواب الصحيح. ندوزو الآن السؤال الثاني متعلق بالأعداد الكسرية. إذا هنا جمع وطرح وضرب، نعم جمع وطرح وضرب الأعداد الكسرية. نبداو أولا بالجمع أو ما بداخل الأقوس، دائما كنبداو بداخل الأقوس. هنا عندي الجمع وهنا عندي الطرح، إذا نحسب أولا ما بداخل الأقوس ثم ندير عملية الضرب. إذا هنا غادي نوحد المقام، هنا 3 و 2 ما كاينش واحد العلاقة ديال التضاعف ما بين المقامين، بالتالي المقام واحد هو ضرب المقامين. إذا ضرب مقامين، إذا 3 في 2 هنا وهنا 2 في 3. إذا فين ضربت 3؟ ضربتها في 2، حتى 5 خصني نضربها في 2. هنا فين ضربت 2؟ ضربتها في 3، إذا 1 غنضربه في 3. نعم مضروبة. نفس الشيء هنا خصني نوحد المقام عاوتاني، نفس الشيء غادي نوحدو عاوتاني بضرب المقامين. 2 في 3، هنا 3 في 3 ناقص هنا 3 في 2، إذا 1 في 2. إذا غنكمل في نفس السطر. إذا 5 في 2 10، 10 على 6، إذا المقام 1 هو 6، 6 هنا 3 على 6 مضروبة في هنا 9 على 6 عاوتاني ناقص 2 على 6. والآن غادي نجمع ونطرح هنايا. إذا جمع عددين كسريين لهما نفس المقام، نحتفظ بالمقام الموحد 6 ونجمع البسطين. إذا 10 زائد 3، 3 10 مضروبة فين؟ مضروبة في 9 ناقص 2 اللي هي 7، 7 على 6. إذا 7 على 6، إذا هنا عندي عاوتاني ضرب عددين كسريين لهما نفس المقام. إذا البسط في البسط والمقام في المقام. إذا 13 في 7 على 6 في 6، والجواب هو 91 على 36 هو الجواب الصحيح. ندوزو السؤال الموالي. عندي سؤال 3، حول عاملي جداء العددين الصحيحين التاليين إلى جداء قوى 2 وقوى 3. مثلا بحال المثال هنا 8 في 9 هي 2 في 2 في 2 في 3 في 3، يعني هي 2 أس 3 مضروبة في 3 أس 2. إذا هنايا الدرس ديال القوى هو درس جديد على المستوى السادس ابتدائي. إذا كنتكلموا على قوى العدد 2 والقوى العدد 3. هنا 64، 64 كتكتب لي على شكل ماذا؟ على شكل 4 في 4 في 4، 4 في 4، 4 في 4 في 4. علاش؟ لان 4 في 4 كتساوي لي 16، 16 في 4 كتساوي لي 64 مضروبه في 25، 25 كتكتب لي على شكل 5 في 5. اذا هنايا يمكننا نستنتجوا، اذا 4 هي 4 اس 3 مضروبه في 5 في 5 هي 5 اس ماذا؟ 2. إذا هذا أنا حولنا العاملة ديال جداء العددين الصحيحين، جداء قوى 2 وقوى 3. دوزو السؤال الرابع وهو متعلق بالأعداد الستينية. إذا هنا عندي جمع عددين أو جمع مدتين زمنيتين، إذا 3 ديال الساعات و20 دقيقة و50 ثانية زائد 5 الساعات و44 دقيقة و39 ثانية سكوند. إذا ندير السكوند مع السكوند، المينوت مع المينوت، والأور مع الأور. 9 زائد 0 9، 5 زائد 3 تساوي 8، 89 ثانية. هنا 4 وهنا 6، 64 عاوتاني، وهنا 8. إذا 8 ساعات و64 دقيقة و89 ثانية. إذا هذه يمكن لنا نحولوها، غادي تولي لنا إذا الدقائق مهما عندنا 64 دقيقة، إذا
ممكن ديروا ناقص 60 دقيقة وغرجوها زائد ساعة، هتولي لي 9 ديال الساعات وربعة ديال الدقائق وتسعود وثمانين ثانية. ديك 89 ثانية كذلك يمكن لي نحولها نديرو ناقص 60 ثانية زائد دقيقة، وغادي تولي لي شنو 9 ساعات وخمسة دقائق، وكم من ساعة وكم من ثانية 29 ثانية. إذن هذا هو الجواب الصحيح. ندوزو إلى الصفحة الثانية، دائما في الرياضيات نعم ودائما في الأعداد عندي رتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا، إذا غنرتبو ترتيبا تزايديا يعني من الأصغر إلى الأكبر. وهنا عندي أعداد مختلفة، إذا عندي أعداد عشرية، أعداد كسرية، أعداد بالفاصلة إلى غير ذلك، وأعداد صحيحة طبيعية. إذا هنا شكون هو العدد أصغر عدد من بين هذه الأعداد؟ هو إذا هنا عندي 4، هنا 12 مقسومة على 3 هي 4، هنا 4.7، هنا 25 مقسومة على 4 غادي تجي كتر من 4، وهنا 2، وهنا 4.465، وهنا 11 على 2، 11 على 2 غتجي 5.5، وهنا 5. إذا أصغر عدد هو 2، من بعد من 2 غادي تجي 12 مقسومة على 3 لأنها كتساوي لنا 4 نيشان قد قد. إذا 4 هي 12 على 3، من بعد ندير واحد السيري عاوتاني ديال الترتيب هكاك، ثم غادي تجينا 4.09 اللي هي هذه 4.09، لأن 11 على 2 هي 5.5 نعم. إذا ثم 4.65، لأن 4.65 كتجي صغر من 4.7، ثم 4.7 هادي غتمشي هادي غتمشي، شبقى لينا؟ بقات لينا 25 على 4 هي 6.25، وبقات لينا 5 هي 5 هي اللي عدابة، وهادي 11 على 2 هي 5.5 اللي هي 11 على 2 5.5، وهادي هي 5 هي 6.25. إذا نعوضهم دابا نعوضهم، إذا هنا 2 4 هي 12 على 3، ثم 4.09، ثم 4.65، ثم 4.7، ثم 5، ثم 11 على 2، ثم 25 على 4. مزيان. السؤال الموالي اللي هو عبارة عن مسألة، قام شخص بوضع مبلغ مالي قدره 50,000 درهم بسعر 4% لمدة سنة كاملة. إذا واحد الشخص حط واحد المبلغ مالي قدره 50,000 درهم، 50,000 درهم هي 5 المليون، بسعر ديال الفائدة 4%، سعر ديال الفائدة 4% يعني 4 دراهم على كل 100 درهم. السؤال الأول، أحسب مبلغ الفائدة السنوية. إذن الفائدة السنوية غادي نحسبوها، كيفاش غادي نحسبوها؟ كنضربو ماذا؟ كنضربو 50,000 درهم اللي هو المبلغ أو اللي هو كيتسمى رأس المال، رأس المال في سعر الفائدة على 100. هذه هي الفائدة السنوية. الفائدة السنوية كتحسب بهذه الطريقة، الفائدة السنوية تبع معايا كتحسب كتساوي الرأس مال مضروب في ماذا؟ في سعر الفائدة على 100. رأس المال شنو هو؟ 50,000 درهم مضروب في ماذا؟ في سعر الفائدة شنو هي؟ 4 على 100. إذا 50,000 4 على 100 هي شيء، هي 2,000 درهم. 2,000 درهم، 2,000 درهم هو مبلغ الفائدة السنوية اللي غادي يحصل عليها هاد الشخص من بعد مدة ديال سنة كاملة، غادي تزاد له على ديك 50,000 درهم 2,000 درهم. سؤال ب، احسب المبلغ الإجمالي الذي سيصبح في حساب هذا الشخص بعد مرور سنة كاملة، شحال غادي يولي عنده من بعد سنة؟ إذا هو أصلا حط 50,000 درهم 5 المليون، وغادي تزاد له عليها ماذا؟ غتزاد له عليها 2,000 درهم ديال سعر أولا ديال الفائدة السنوية. هكا غادي نديرو 50,000 درهم اللي هو رأس المال، رأس المال زائد 2,000 درهم اللي هو الفائدة، الفائدة السنوية كيساوي ماذا؟ كيساوي 52,000 درهم. هذا هو المبلغ الإجمالي الذي أو الذي سيصبح في حساب هذا الشخص بعد مرور سنة كاملة. المجال الرئيسي الثاني الخاص بالهندسة، وخصنا أدوات هندسية، نتسارعوا على أدوات هندسية. إذا المجال الرئيسي الثاني الهندسة، باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة أنشئ زاوية A أو B قياسها 70 درجة، A أو B قياسها 70 درجة. إذا B غتكون هنايا
شحال 70 درجة. إذا نستعمل المنقلة، غادي نوضع مركز المنقلة في النقطة O، وهذا الخط الأسود اللي هنايا في الصفر غادي نمدو مع النصف المستقيم OB. إذا شحال؟ قلنا 70 درجة، 70 درجة هي هذه. غادي نطول هذا المستقيم أو هذا نصف المستقيم، إذا هذه 70 درجة. وغادي ندير هنايا النقطة A أو B، زاوية قياسها 70 درجة. والآن غنستعمل البركار لكي أنشئ أو إي منصف لهذه الزاوية. إذا غنحتار واحد الفتحة البركار، غادي ندير قوس هنا قوس هنا، غادي نمشي التلاقي ديال ما بين القوس والنصف المستقيم أو بي، وندير قوس عاوتاني نفس العملية غادي نديرها هنا. أنا حصلت على نقطة، هذيك هي النقطة، نقطة إي، وغادي نسيل بلون مغاير، وغادي نسيل أو إي بلون مغاير. هذا هو منصف الزاوية A O B، هذا هو منصف الزاوية A O B O E. مزيان، غادي ندوزو لسؤال آخر. A O E مثلث متساوي الساقين، A O يساوي A E، يعني مثلث متساوي الساقين في النقطة A، وقياس الزاوية A O E، A O وهنا هاي A O E، هاد الزاوية هادي فيها 65 درجة. احسب قياس الزاوية O I، قياس ديال الزاوية. باش نحسبو قياس ديال الزاوية، أولا غنبداو بأن A O E مثلث متساوي الساقين في A، يعني تساوي الساقين في A. هاد الستيلو بحال هاد سالا، غادي نتسالاو على ستيلو آخر، قداو الغرض بهاد الستيلو كحل. إذا مزيان، إذا متساوي الساقين في النقطة A، إذا AE كتساوي AO. أوتوماتيكيا ملي كيكون عندنا مثلث متساوي الساقين مثلا في هذه النقطة، إذا هاد الزوايا هادو هما كيكونوا كيتساوا، هادو هما هادي وهادي كيكونوا كيتساوا. إذا إذا كانت هادي AOE فيها 65 درجة، فإن حتى AEO 65 درجة. أو بيان إذا كانت هذه 65 وهذه 65، فإننا كيبقى لنا نستنتجو هذه شحال. عندنا الاستنتاج الأول هو أن AO كتساوي AE، الاستنتاج الثاني هو أن AOE كتساوي AEO كتساوي 65 درجة، المجهول بهم كيساوي 65 درجة. إذن قياس OAE، قياس ديال الزاوية او اي، كيفاش غنستنتجو؟ اذا حنا عندنا اصلا جميع المثلثات عندهم قياس ديال الزوايا المثلثات هي المثلث 180 درجة. اذا ا او اي زائد ا اي او زائد او ا اي يساوي 180 درجة، هذه معروفة. حنا باغيين هذه وهذه معروفة بجوج بهم، هادو هما 65 درجة زائد 65 درجة زائد او ا اي كتساوي 180 درجة. وبالتالي الجواب ديال OAE كتساوي 180 درجة ناقص 65 زائد 65 اللي هي 130 ناقص 130، 160 180 ناقص 130 هي 50 درجة. إذن الجواب هو ديال هاد الزاوية هو 50 درجة. OAE الزاوية OAE كتساوي 50 درجة. دوزو سؤال آخر اللي هو سؤال سعود. باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة أنشئ المعين A B C D. إذن غنشئ واحد المعين علما النقطة A كاينة هنايا، بحيث قطراه A 4 سنتيمتر و D B 6 سنتيمتر. إذن غنعتمدو على الأقطار، قطرين. حنا كنعرفو بأن المعين من بين المميزات ديالو عندنا قطرين متعامدين، قطر كبير وقطر صغير. إذن غنستعملو مسطرة، وغادي مسطرة أولا غنستعملو المثلث، نستعملو هذا المثلث هذا. اولا نديرو A C 4 سنتيمتر، ها هي 4 سنتيمتر، هذه A C، اذا النقطه C هي هذه. ثم غادي نحاول نمشي للمنتصف ديال A C وندير نقطه، بحال غندير المنتصف ديال A، لان من تما غادي يدوز ليا القطر الثاني اللي هو DB، وغادي نمشي وغادي نشحال DB فيه 6 سنتيمتر، غادي نمشي وندير 3 حيت جي و 3 حيت جي، ولكن قبل من ذلك غندير العمودي هكذا. غادي نطول، اذا ندير 3 هنا، 3 هي هذه و 3 عبره هنا، غادي لي نقطه. اذا بي غتكون هنا و دي غتكون هنا. اذا هاد غادي نربط الان النقط،
معين A B C D، قطره قطر الصغير يساوي 4 سنتيمتر A C، والقطر الكبير يساوي 6 سنتيمتر. إذن هذا 6 سنتيمتر وهذا 4 سنتيمتر. إذن هذا هو القطر، أو لا هذا هو المعين A B C D. دوزو سؤال آخر دائما في الهندسة، سؤال كيتعلق بالتماثل المحوري. إذا أنشئ مماثل الشكل التالي بالنسبة لمحور، نعم محور التماثل كيو. إذا محور التماثل هو هذا، غادي نرسم المماثل إلى هذا الشكل. إذا هذا الشكل ندير له النقاط بعدا، النقاط هما غادي نتسارع على مماثل ديال هذه النقط. المماثل ديال هذه النقطة كيبعد على محور التماثل بتربيعة واحدة، إذا هي هذه. نديرو بلون مغاير، نديرو بهذا. هنا كيبعد برتبتين، إذا هنا هذا كيبعد بواحد اثنان ثلاثة، إذا بربعة، إذا هنا هذا كيبعد برتبتين، إذا هنا هذا كيبعد بربعة ديال الرتب، إذا هنا. وثم غادي نربطو، إذا غنربط النقطة هذه مع هذه، والنقطة هذه مع هذه، والنقطتين هادوما، وهادو وهادو. إذن هذا هو مماثل لهذا الشكل هذا بالنسبة لهذا المحور كو. نزول السؤال الموالي، لاحظي أو لاحظ الشكل ثم أنشئ تكبيرا له بنسبة 2. يعني غادي نكبرو هذا الشكل فوا دو. مثلا افترضوا هذه النقطة هذه من هذه أ، وهنا نقطة ب. إذا كان دابا فيها جوج ديال التربيعات غادي يولي فيها ربعة ديال التربيعات، غنضاعفوا التربيعات. مزيان، إذا من هنا لهنا عندنا ثلاثة ديال التربيعات، غادي نديرو ستة. إذن واحد، ندير النقطة الأولى هاي، واحد جوج ثلاثة، إذن واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. تن هنا، هنا إلا كانت من هنا لهنا كاينة جوج، إذن غتولي ربعة، واحد جوج ثلاثة ربعة. إذن هنا مزيان، نضبطو بعدا هادوما، هادي هكا، هادي هكا، وهكا. هنا إلا كانت وحدة غتولي جوج، هنا إلا كانت وحدة غتولي جوج هكذا، هنا إلا كانت وحدة هنا غتكون الجوج وجوج. إذن هكا هكا هكا، مزيان مزيان. ندوزو الآن للمجال الرئيسي الثالث اللي هو المجال ديال القياس في التحويلات. إذن سؤال 12، كونفيرتي دون لونيتي دوموندي، حولوا إلى الوحدة المطلوبة. عندنا 3.2 كيلومتر، 450 متر، غادي نحولها للديكامتر. إذن هنا غادي نعتمد على جدول وحدات قياس الأطوال. إذن عندي واحد الجداول مكتوبة هنايا، ديجا درت التحويلات فيهم، ماشي هما هادو النيس، ولكن غادي نحول فيهم النيس. إذن لأن ما عنديش لاغوم هنايا، ما عنديش، ما لقيتش لاغوم، ما لقيت باش نمسح، إذا غادي نحاول ديريكت. إذا 3.2 كيلومتر، إذا 3.2 كيلومتر، غادي نحولها للديكامتر، إذا نحيد الفاصلة ونزيد الصفر. 450 متر، إذا متر هي هنايا، غادي نديرو الصفر، 5 4 ونجمع. غادي نحولتها للديكامتر، تجي فاصلة، إذا هنايا بحال فاصلة، هنا صفر، هنا خمسة، هنا ستة، هنا ثلاثة. إذا 365.0 اللي هي 365، نعم دي كام 365 ديكا متر. ثانيا عندنا 7300 هكتوغرام، 250.7 كيلوغرام، شحال فيها من قنطار. هنا غنتكلمو على جدول وحدات قياس الكتل، كنتكلمو على جدول وحدات قياس الكتل اللي هو هذا. نعم، اذا 7300 هكتوغرام، هكتوغرام هي هذه. اذا غنديرو 0 0 3 7، 7300 هي هذه، ونديرو 250.7 كيلوغرام. اذا كيلوغرام نكتب 0 في الكيلوغرام، اذا 0 في الكيلوغرام 52.7. اذا هادوما نحولو للقنطار، اذا هذه باش نحولها للقنطار تجيني 7.3، وهذه باش نحولها للقنطار اذا حنمسح الفاصله هذه وتجيني 2. هذا العدد هذا، اذا نحسب 7.03 + 5.8، اذا هنا 9.807 قنطار، 9.807 ديال القنطار. 3.7 متر مكعب، 41 دي سي لتر، شحال فيها من دي سي متر مكعب. اذا هنا غنتكلموا على قياس الحجم والسعه. اذا جدول وحدات قياس الحجم والسعه اللي فيه 3.7، 3.7 هي 3.7، نحولها الى دي سي متر مكعب. اذا نزيدو جوج ديال الاصفار، 41 دي سي لتر. فين هي دي سي لتر؟ دي سي لتر هي هذه 41، ها هي
نحولها عاوتاني. إذا هنا فاصلة، إذا واحد هنا فاصلة أربعة صفر سبعة ثلاثة، هذا هو الجواب. إذا 3704.1 3704.1. دوزو للتحويل الأخير اللي هو 1.25 هكتار، شحال فيها من ديكامتر مربع؟ لهنا غنتكلموا على جدول وحدات قياس المساحة اللي هو هذا. قلنا 1.25 هكتار، هكتار هي هذه 1.25، إذا 1.25 هكتار. غادي نحولو لعين، نحولو لديكامتر مربع، إذا لهنايا تولي هي 125 ديكامتر، 125 ديكامتر مربع، وهادو هما التحويلات. ندوزو السؤال الثالث، احسب محيط دائرة شعاعها اغ 5 سنتيمتر. اذا نحسبوا المحيط ديال واحد الدائرة الشعاع ديالها اغ تساوي 5 سنتيمتر. اذا خصنا نعرفوا بعدا القاعدة ديال المحيط، بي بي ديال المحيط، المحيط اذا المحيط شحال كيساوي؟ كيساوي ماذا؟ هو 2 في اغ في بي، هو 2 في بي في اغ، اذا 2 في بي في اغ، هذا هو محيط الدائرة. 2 في بي في اغ، اذا هي 2 في بي هي 3.14، واغ اللي هو الشعاع. 2 في 3.14 في 5 كتساوي 31.4 سنتيمتر، 31.4 سنتيمتر. سؤال 14، عندنا مسألة وعندنا جوج ديال المسائل هنايا في سؤال 14 وسؤال 15. تتوفر مدرسة على ساحة على شكل مستطيل، إذا واحد المدرسة فيها واحد الساحة على شكل مستطيل، الطول 15 متر والعرض 9 متر. احسب مساحة هذه الساحة، نحسبوا المساحة ديال هذه الساحة. إذا حنا كنعرفوا بأن المساحة ديال المستطيل تحسب بضرب الطول في العرض، إذا المساحة ديال المستطيل أو ديال الساحة، ديال الساحة كتساوي طول في العرض، يعني S كتساوي L في L، يعني S كتساوي 15 في 9، S كتساوي إذا 15 في 9 كتساوي 135، إذا S كتساوي 135 متر مربع، اللي هي المساحة ديال هاد الساحة المستطيلات الشكل. ندوزو للمسألة الخامسة، ندوزو المسألة الموالية ديال السؤال 15. ينتج مصنع للأدوية سائل تعقيم اليدين ويتم تجميعه في سريج على شكل أسطوانة. دان واحد المصنع ديال الأدوية كينتج واحد السائل ديال تعقيم اليدين وكيجمعوه في واحد السريج على شكل أسطوانية الشكل، إذا أسطواني الشكل هذا السريج. قطر قاعدته، القطر ديال القاعدة، إذا القاعدة هي عبارة عن دائرة، قطر ديالها 5 متر وارتفاع ديالها 10 متر. السؤال هو غنحسب الحجم، الحجم ديال هاد السهريج. باش نحسب الفوليوم في ديال السهريج اش كنديرو؟ كنضربو الشعاع في الشعاع في بي مضروبة في الارتفاع. في او في الحجم كيساوي اغ في اغ في بي في ماذا؟ في الارتفاع اش، هي مساحة القاعدة في الارتفاع. المساحة ديال القاعدة هي اغ في اغ في بي، هذه مساحة القاعدة في الارتفاع، هذا هو الحجم. اذا في يساوي اغ في اغ، هي اذا هنا عندنا القطر يساوي 5 متر، الشعاع شحال يساوي؟ 2.5، اذا هي 2.5 مضروبة في 2.5 مضروبة في بي 3.14 مضروبة في اش لارتفاع 10. الجواب هنايا هو في يساوي شحال؟ يساوي 169 أو لا 196 عفوا 196.25 متر مكعب، اللي هو الحجم. علاش؟ لأن ضربنا متر في متر في متر. ندوزو السؤال الموالي واللي كيتعلق بالمجال الرئيسي الأخير، وهو مجال تنظيم ومعالجة البيانات. يمثل جدول أسفله درجات الحرارة المسجلة بمدينة وزان خلال الأسبوع المنصرم. عندنا درجات الحرارة وعندنا الأيام، 2 ثلاثاء 32 درجة، الثلاثاء 36 درجة، الأربعاء 28 درجة، الخميس 26 درجة، الجمعة 45 درجة، السبت 44 درجة، والأحد 39 درجة. سؤال ألف، ما هو اليوم الذي سجلت فيه أعلى درجة حرارة؟ لأن أعلى درجات حرارة في هنايا 45، إذن يوم الجمعة، يوم الجمعة بدرجة حرارة تقايس 45 درجة دوغري سيليسيوس. ب، ما هو اليوم الذي سجلت فيه أدنى درجة حرارة؟ شنو هو اليوم اللي سجلت فيه الدرجة المنخفضة؟ فينا درجة المنخفضة هي 26 درجة، هو يوم الخميس، يوم الخميس بقياس
26 درجة. السؤال الموالي والأخير، ما هي الأيام التي سجلت درجة الحرارة فيها 39 درجة؟ الأيام التي سجلت فيها درجة حرارة 39 درجة، عندنا يومان، يوم الاثنين ويوم الأحد. إذن يومان هما يوم الاثنين والأحد ب 39 درجة. وبهذا غادي نكون كملت هذا الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادات دروس ابتدائية. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.